للناس الكل معاكم وزيرة التفائل وانت وبرجك الحمل. اليوم عندك جرأة وعندك شجاعة، شخص من الماضي يرجع لحياتك. يا برج الحمل ما تتنازلش على حقك معاه ولا ما تضغطش على نفسك في حتى موضوع، وخاصة في العمل فما انفراجات وفما أخبار باش توصلك سارة على بيع وشراء وأخذ والعطاء وإلا استثمار اللي كنتي. يا حمل الثور أنت محتاج يا برج الثور باش تنظم غذائك وتمارس رياضة اليوم، مصالحات جيدة مع الشريك في العمل ورجوع المنفصلين. اليوم يوم مزيان بالخير مليان اللي كنت يا ثور، والبس اللون الأخضر يجلب لك الطاقة الإيجابية. الجوزاء وامرأة الجوزاء نعطيك بشارة قد تقابلين رجل حياتك وفارس أحلامك اليوم، شخص يلفت نظرك من النظرة الأولى، علاقة جديدة وفيها الكثير من الجدية. ورجل الجوزاء فما مبلغ مالي باش يدخلك وعندك تحسن في مكاسبك المالية، واللون الأخضر يليق بك وبك. السرطان اليوم عندك إبداع وحس فني، ولكن تقرأ عندك نتائج دراسية جيدة، لكنك فنان راو في اسمك اليوم، عندك شهرة وعندك موهبة وقدرة على التميز. الحظ يدعمك يا سرطان، كن أكثر وضوحا مع العائلة والشريك. برج الأسد، الأسد اليوم ما تفرضش نفسك وما تفرضش قناعاتك على الآخرين. نجاح دراسي، ركز جيدا لا تشتت أفكارك يا أسد، وعندك أخبار على السوشيال ميديا وفما شكون يجس عليك على مواقع التواصل الاجتماعي. برج العذراء، توقع الأفضل يا برج العذراء، عندك تحقق وتحقيق أرباح مفاجئة ومكاسب عملية ومالية. اعتزازك بنفسك قوي وهذه حاجة إيجابية، وعندك كاريزما خاصة وتجذب شخص قريب لك برشا، والشخص هذايا قد يقدم لك عرض حب او عرض زواج او عرض خطوبه او عرض لعلاقه جديه، وقد تكون كذلك شراكه عمليه يا عذراء. الميزان اليوم عندك تسديد الديون، عندك فوائد وعوائد ماليه، يوم ايجابي ومالي بامتياز. انتبه من ضياع اغراضك ولقاء عاطفي للغير المرتبطين جيد جدا. العقرب اليوم، العقرب اعمل حدود يا عقرب لشكوكك والافكارك، على خاطر الى باش تقعد هكا في الافكار هذيا راهو شكوك والوساوس باش يتعبوك، وخصوصا زملائك في العمل. حاول باش تمشي للشفافيه ونشوف امل جديد مع عمل جديد، وعندك لقاء عاطفي مفاجئ يا برج العقرب، واللون الأحمر يليق بك وبك. القوس اليوم أنت محتاج للراحة بعد التعب والإرهاق اللي صار خاصة من العمل مع الشريك. أعطي فرصة للحبيب للحوار، والحوار هو الحل، وفما الفرحة في العائلة وفما للناس اللي تخدم في البزنس بيع وشراء واستثمار جيد وشراكة عملية تعود عليك بعوائد مادية مهمة جدا. اليوم برج الجدي اليوم بالذات عندك انتصار والتزام، أنت تستحق الحب والحب يأتي إليك بسهولة، وقد يفاجئك في موقع ما كنتش تتصوره، وعندك تسديد الديون وأخبار على السوشيال ميديا يا جدي. الدلو خير كثير باش يجيك على طريقة قاربك، آمن بقدراتك يا برج الدلو، وبعد الضيق جاء الفرج، وعندك عرض مميز من شخص قد يكون كبير في المقام ولا من عائلة عريقة وإلا ثري وإلا مشهور، عرض تاع العمر كله يا برج
الدلو الهوائي الحوت. اليوم عندك اهتمام بالمظهر الخارجي وعندك رفعة من الشأن. أخيرا يا حوت تخرج إلى النور. طاقة الشهرة لك والخير قادم. تفائل بالخير يا برج الحوت، إن بعد العسر يسرا يا حوت. تطلع بير تهبط بير، تخفق جناح الطير، اللي يحبه ربي هو اللي يصير.